اوكي سوري على قطع النت. يبقى احنا دلوقتي اتفقنا جبنا الام سي اللي هي المارجنال كوست، وقلنا هي الفيرست ديريفاتيف للتوتال كوست. السؤال الثاني او جزء ثاني من البروبلم، show that the total cost function TC has a minimum value. قلنا عشان نتحقق ان الفانكشن بتاعتي ده هي has a minimum value، انا مش رسمها، مش عارفة الكيرف بتاعي له قيمة minimum ولا هو له قيمة maximum، في خسارة ولا في مكسب، فمش عارف. فأعمل ايه عشان اتحقق ان TC has a minimum value or a maximum value؟ ساعتها قلنا بجيب second derivative للfunction tc، يعني differentiate tc two times. أول مرة جبنا ال mc يبقى دي ال first derivative، بعد كده باخد ال mc differentiate it again to find a second derivative، يبقى differentiate ال mc، يبقى differentiation للconstant بزيرو، differentiate q يبقى 1 times 1 و q to the power 0 it means 1، يبقى second derivative is equal to positive 1 يعني positive sign. في الحالة دهيت يبقى الفانكشن دي has a minimum value. لو كانت second derivative positive value يبقى has a minimum value، يبقى ده item 2. item 3 find the quantity Q which achieved that minimum total cost. أنا عايزة الـ minimum total cost بيحصل at Q بيساوي كام؟ قلنا بجيب الـ first derivative اللي هو الـ marginal cost وبساويه بالصفر بزيرو. يبقى باخد الـ expression بتاع الـ marginal cost وبقول is equal to zero. يبقى negative 6 plus q equals to 0. يا زي ما انت شايفين دي first order equation، الانون اللي فيها q. Can you find the value of q? Yes. Transfer negative 6 to the right side. يبقى q is equal to 6. يبقى at q بتساوي 6 بيحصل ال minimum value للtotal cost عند Q and output بيساوي 6. طيب الايتم الرابع المطلوب find the minimum value of the total cost. عايزة بقى أشوف قيمة، القيمة الصغرى دهيت للtotal cost is equal كام، بتساوي كام. يبقى أعمل إيه؟ أنا عرفت Q اللي بيحصل عندها المينيمم value، وعندي الفانكشن بتاعتي اللي هي TC التوتال cost. يبقى لو عرفت Q فيها اللي بيحصل عندها المينيمم فاليو للتي سي، مش هقدر اجيب التي سي، سبستيتيوت في الفانكشن تي سي ويز كيو ايكوال 6، وده اللي عملناه هنا، حط كيو بتساوي 6 واعمل الكالكوليشنز دهيت، هتلاقي قيمه التي سي از ايكوال تو 10، ودي قيمه اقل تكلفه لهذه الداله، اد كيو بتساوي 6. يبقى احنا عرفنا دلوقتي، حلينا مسألة على التي ار وحلينا مسألة على تي سي، وممكن يكون في بدل التي سي ده هي البروفيت باي، وبالنسبة للبروفيت بيبقى له ماكسيموم فاليو زي التي ار. يبقى انا بتحقق ان الفانكشن لها has a maximum value or a minimum value من السكند ديريفاتيف للفانكشن. اذا كانت positive يبقى has a minimum value، وإذا كانت القيمة بتاعتها negative يبقى has a maximum value. بعد كده بقدر أجيب قيمة Q اللي بيحصل عندها ال minimum أو ال maximum value، بعوض فيها في الفانكشن الأصلية عشان أجيب قيمة في الحالة دهيت أقل تكلفة لل TC. والمسائل كلها ما بتخرجش عن هذه الأفكار. وبالشكل ده احنا خلصنا المحاضرة بتاعتنا، وإلى اللقاء في محاضرة تانية، ونبدأ نشوف الامتحان بتاعنا. مع السلامة.